لما جاءهم بأمير بن مريم أتاهم ينظروا إلى السماء وهو بين بينها وزين لهم ما لها من برود وأضعنا بها رواسع وقلنا بها من كل زوج بهيج وذكر لكل عبد منيب من السماء قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد وزعيرا بالخبر وإبر في اللبس من حضر الجبين ما توسوس به نفسه ولا تعرف به من عبد الغيب مترقيا عن اليمين وعن الشمال يا لدي رقيب عزيز في الحق ذلك ما كنتم من تحين في الصور ذلك يوم العين وجاءت كل نفس معها لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك إذاك فبصرك اليوم عزيز وقال قريب هذا ما لدي عزيز في جهنم كل كفار عليم للغير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها وبعده بالعذاب شديد قال قرين ربنا ما أضيف ولا إن كان في ضلال بعيد لا تقتسموا لدي وقد قدمت إليكم بالوحيد ما يبدل يبدل القول لدي وما عبد الله للعبيد يوم نقول لجهنم هل ذات وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ولا تعد من أبواب حميد خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها وكما لنا قبلهم من قرن هم اشد منهم متامل قبول الجهاد من بعيد ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب ارق السماء شهيد السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من نور واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح واثناء السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان بعيد يوم يسمعون الصيحه بالعبد ذلك يوم نحن أعلم بما يقول وما أرد عليه بجبال فلك في أولئك يعاد بسم الله الرحمن الرحيم وذلك يدر ولا من أجل الذي يسمى ما جاء إنما تعدون أصابعه دواقر السماء يا ذهوك لفي غار مختلف يفك عنه المسك قتل الخراص الذين في غار يزالون أيام الدين يوم على النار يقدمون ألقوا فتنة هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك مسلمين قليلا من الليل ما يهجعون هم يستغفرون لأموالهم عفوا للسائل والمحروم في الأرض آيات للموقنين وفيها فلا تبصرون وفي السماء رزقكم ولا تعدون رب السماء والأرض ما أحق من الله أنكم تعلمون ألا ترك عزيز غيب إبراهيم المكرمين سلام سلام وهم منكرون لا إله إلا الله إليه قال
فتبرنا أخبرت امرأة في سرته في سرته فسجد يا قالوا كذلك قال فما حدكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم عند ربك المسرفين فاغنى من كان فيها من المؤمنين يا غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم في موسى إذ أرسلنا إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بدوني وقال صاحب القوم دون فأخذناه جنودا فأخذناه بهم يوم مبين إذا أرسلنا عليهم الريح العظيم فما استطاعوا وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبلهم كانوا قوما فاسقين والسماء بين بعيد وإلا لموسعون فرشناها فنعم الماعدون فرشنا ذريه لعلكم تذكرون إلى الله إن لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إذا أخر إني لكم منه نذير مبين ذلك مات الذي ونفق من رسول الأعلى صاحب المجنون فيما نقام داود فتولى عنه وأعطى بمرور وذكر فإن ذكر المؤمنين ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا أريد من الرزق وما أريد أن يظلمون يلهبا مثل ذنب بأصحابه فلا يستجيبون بسم الله الرحمن الرحيم مقبول مصدور منشور معمور والسقف مرفوع والبحر المسجور إن على ربك لواقع من دافع يوم تمور السماء مورا الجبال سيرا اليوم عيد المبشرين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا نار النار التي كنتم بها تكذبون الله فاشكروا إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم وتربون على الجحيم هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وجعلناهم والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وعاتناهم بعملهم من شيء مما كسب عليهم بزكاة ونحن بما يشتهون يتنازعون فيها كسلا لا فيها ولا تأثيما والبيان لهم كان أمر لهم مكنون وأخبر بعضهم على بعض يتساءلون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين علينا وقعنا العذاب والسموم إنا كنا من قبل ندعو إنا والبر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون شاعر نتربص به ريب المطر قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلام لهذا أم قوم تعبون هم يقولون تهم لهم لا يؤمنون بحديث ابنهم كانوا صادقين من غير شر هم خالقون خلقوا السماوات وأنزل الله يوقنون فسائر ربك هم مسيطرون أم لهم سلم يستمعون في بلاد مستمعون بسلطان مبين ولكم الغنون تسألون من يحفظ بما لهم مخالون ولا يرفعهم يدرون كيدا فالذين عبدوا هم مكيدون اللهم إلههم كسفا من السماء ساقطا يكون زعاف مرجون يوم الذي فيه يسحقون يوم لا يغني عنهم وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون اصبر لحكم ربك وإنك بعلمنا حسب بعاد الأنبياء فسبح وإلى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ضل صاحبهم ما غوى أن ترعى الهوى إن هو إلا وإن يوحى شديد القوى ذو مرة واستوى وهو
بالرفوع الأعلى منارة الدلة كان بابا حسين أولى يا عبدي ما رأى جذب الفؤاد وعرف فتمارون ولا قدر أزلت الأولى سدرة المنتهى جنة المواء إن يغشى سدرة البصر وما ترى من آيات ربي الغبرة رأيتم الله تولى إن يا إلا أسماء سميتم وأنتم أباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما جرى مزايدا من ربهم إلا ما تمنى إلا إله الأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من أن يدعو الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وأعرض عن من تولى عن ديننا كم أبلغهم من العلم إن ربك هو أقوم على سبيل في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بالعمل ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم الذي يقول عبدكم وإذا أنتم إبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرة وزرة ليس ليس إلا ما سعى سعيه وفيرا يجزاه جزاء الوفى إلى ربك المنتهى وأنه أخرج وأحرى وأنه أمات وحيا وأنه خلق الزوجين ذكر وأنثى صلاة مع عليه نشاة الوفى وأنه هو أغنى وأغنى وأنه هو رب الشرى وأنه اقتربت الساعة ولق الأمر يمرق ويقول سر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم كل أمر مستمر لقد جاءهم وقال نبيه مستجر حكمة بالغة وما تهم النذر وتول عنهم يوم يجد أي يقولون لا نتابع عنهم جلاد منتشر مهدعين إلى الداعي يقول العدل فقطعنا باب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وانقى الماء بماء قدرة وحملها على ذات الرحمة والدشرين بأعيننا جزاء لمن كان كفرا وقد تركنا هذا الأحوال من منتهى كيف كان على خيمة نذر وقد يسرنا أولى لذات الأحوال من منتهى كذبت آد وكيف كان على خيمة نذر إنا أرسلنا عليهم فيها سرسرة في يوم الناس المستمر كان عجاز عظيم غير وتولى عنه كان عذابي والنذر ولقد يسر القرآن الكريم للمدكر ثمود بالنذر فقالوا يا بشر منا وإذا تنفذكم منا إذا لم في بلاء وسور ألقي الذكر عليهم بين آمن وكذاب نذر سيعلمون وأنتم إنا مرسل الناقة فتنة وقد تغيب مصابير أن الله أسمتم بينهم كل شيء مدار نو صاحب وكل أعذار حقا فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة بيان كريم منتظر يسر القرآن لدين حال منتكر قوم لوط من نذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا لوط فكيف
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء كذبوا بآياتنا كلها فهدى مغازيد مقدر فأيهم أولئك قبلهم لا أحد في الزمر يقولون نحن نبيع منتشر ويولون الدبر فالساعة موعدهم والساعة أنا وأمر في ضلال وسعر يوم يسحبون إنا على وجوه ذوقوا مس السماء كل شيء غرناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم عن المدكر وكل شيء فعلوا في الزبر وكل شيء فعلوا في الزبر وكل صغير وكبير مصدر عند المتغير في جنات ونهر مقعد سر عند مليك مهدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان والسماء رفعها والأرض ميزان الله في الميزان بالغزل ولا تصر الميزان وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام حب العز والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من ماء من آية فبأي آلاء ربكما تكذبان أفضل مشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأزهار فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويطمع وجه ربها ذا الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان السماوات والأرض كل يوم وفي شأنه فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تفيدوا من أقدار السماوات والأرض فقولوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواذ من والنحاس ولا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم ويؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حبيب الآلهة فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنانا فبأي آلاء ربكما تكذبان عينان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل ما كذب متكئين على فرش بطائن وابن زرع وجعلنا كائن فبأي آلاء ربكما تكذبان إن قاصرات الطرف لم يدمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تضاحكان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإنها غيرات حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان دور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان
كاذبا لم يدمثن انس قبل ربكما تكذبا متكئين على رفرف خضر وعطر لسان فبأي آلاء ربكما تكذبا بارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة بأكواب وأباريق كأس من معين على أولئك يزفون كأدم ما يتغير ولحم طيب بما يشربون رعين كأمثال للمحمول بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهم ولا تقديم إلا قيل سلاما سلاما أصحاب اليمين أصحاب اليمين مخلوط هذا الحلم ممدود مسكون فاكهة دليلة لا موضوعة ولا ممدودة وفرش مرفوعة لا شرع من عشاق له الأركان أتى أصحاب اليمين من الأولين من الآخرين أصحاب الشمال وأصحاب الشمال سموم وحقيق من يحموم لا بد ولا جليل إنهم كانوا قبل ذلك مضربين وكانوا يصرون وكانوا يقولون أئذا مزاوحنا تراه وإذا ملائنا لمبوثون أبار الأولين إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لكنون من سجن يسقون يوم يموتون وعليهم الأحميد شاربون الأولين فرأيتم أنتم تخلقون وخالقون هل قدرنا بينكم الموت وما نحن على أن نبدل أمثالكم ونرجعكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم المشاهدة لا تذكرون ثم أدركتم تسرقون ربنا لجعلنا قدما فلجنا بل نحن محرومون فرأيتم ما به تشربون أنتم أزلتم من المدة من المنزلون جعلنا أهداكم فلولا تشكرون فرأيتم ما به تشربون وأنتم أغشاتم شجرة من المنشرون جعلنا أهداكم فلولا تشربون بسبحك العظيم أقسم بالله النجوم إنه لقسم لولا أمر عظيم إنه قرآن كريم في كتاب لا يمسه إلا الله تنزيل رب العالمين شديدهم مبذلون تجعلون إسمع أنكم تكذبون فلولا تبلغ الرب وأنتم إليه تنظرون أقرب إليه منكم أهلا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إلى كنتم صادقين فأما إن كان النهو الرمين والريحان إلى المدفن أما إن كان من أصحاب اليمين وركب من أصحاب اليمين أما إن كان من المكذبين الله لو حق اليقين فصبر باسم ربك العظيم سبحان الله ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم ملك السماوات والأرض يميت على كل شيء قدير الأول والآخر والظاهر والباطن على كل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء والأرض إلى الله ترجع الأمور ويولد النهار في الليل وأعيذ بذات السجود آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم أعطوا لهم أجرا يدعوكم لتؤمنوا بربكم وتؤمنوا بكتابكم إن كنتم مؤمنين وكالذي ينزل
على أبديات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور فإن الله بكم لرؤوف رحيم وما الله تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد ما هاجروا وكل بعد الله رزق الله بما تعملون خير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له يوم أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري تحتها والمنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم أعرضتم على بالي حتى جاء أمر الله وغركم بالله يوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين أخذوا مأواكم النار يمر لكم بئس المصير تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجر ونورهم الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله والرضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبلغها إن ذلك على الله يسير ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويبخلون ما سلموا يوم يتألم إن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا العديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ويعلم الله ما يدرون ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة وكتابا للمدد وكثيرا منهم فاسقون وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رضوان الله فما رعوا حتى رعايتها بعدين الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين الله يعلم أهل الكتاب الله يقدرون على شيء سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتزكي الى الله والله ما تعرفكما الا الله سميع بصير الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللي وانهم نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رغبة ما ومعية ما سادة لكم وعذون في الله تعملون قليلا أمن لم يجد فصيام جرين متتابعين من قبل أن يتماس ذلك ومن لم يستطع فإدعام ستين مسكينا ذلك لتمنوا بالله الله ورسوله كما قبض الذين من قبلهم من أهل البينات والكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا عسى الله ونسوه الله على كل شيء ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أحدنا إلا النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول عنه يتنا بزر مسير تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والدولة الذي يتدرون ومن الشيطان ليزور الذين آمنوا وليس بضار سيد الأمين الله مع الله فلذاك فافسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منهم الذين أوتوا العلم بالآيات والله بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق ذلك خير لكم ولهم بين جواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله خبير بما تعملون أنظر إلى الذين تولوا وهم من غضب الله عليهم معهم منكم ويحلفون لا يقطعون ويحسبون أن أعمال الله لا يقطعون
أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض العزيز الحكيم أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ولما أن كتب الله ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ويشاقوا الله أعطتهم من ليلة أو تركتموها قائمة على رسول الله الله عفى الله على رسوله منهم فما أوجدت عليهم الله يصلي كل الله ما فعل الله على رسوله منا للغرب لله وللرسول ولذي الغرب واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم أساسة ومن يوقظ عن نفسه أولئك هم المفلحون جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الذين جاءوا ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم الله يسلم أهلك هادمون فإن لا يخرجون معهم ولا ينقوتلوا لا ينصرون ولا إلا ذلك ثم لا ينصرون فعظم شد لا تدع لصدورهم لا إله إلا لهم لا يفهمون لا يقاتلونكم جميعا إلا في غرم محصرة من وراء جدار بأسهم بينهم شديد هزمهم وقلوبهم يتالى لذلك قوم لا يعلمون مثل الذين قبلوا عليهم عذابهم على ربي ولا عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان قل ما كفر عيني بني يومك إني أخاف الله رب العالمين وكان عاقبته ولا تقولوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيناه
رأيته خاشعا متسدعا من خشية الله حديث الله وضباء الناس لعلهم يتفكرون. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله يا معشر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليه بالمودة قال لهم ما أبيتم وما أبيتم حرمكم أضل سواء سبيل ويبسطوا إليكم أيديهم عاصية بالسوء من دون لو تكفروا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يرسل بينكم الله بما تعملون خسير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من خير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واجعلنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين آمنوا مودة ودين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تصدقوا إن الله يحب المصدقين. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر شيء من أزواجكم من الكفار يا أيها النبي جاهد الكفار جاءك المؤمنات يبايعنك إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن تشركن الله يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف يبايعن أنك إن الله غفور رحيم. الذين آمنوا لا تتولوا قوما بسم الله الرحمن الرحيم. صبح لله ما في السماوات وما في الأرض يا عزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا
عند الله لا تقولوا ما لا تفعلون. يحب الذين يقاتلون في سبيله سما كانهم بنيان مرصوص. وقال ابو زيد قومي يا قومي لم تدونني وقد تلمون عني رسول الله. اليكم ما جاءوا وزاد الله قلوبهم ولا على يد القوم الفاسقين. ويقال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي بما يسوع هذا الأمر بالبينات لا يهدى سر مبين على الله الكذب وعلى الإسلام على لا يتقى من الظالمين بأفائهم الله وسم النور بالهدى وزير أحمد الدين أحمد الدين كل إمام بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وساكنة طيبة في جنات جهنم ذلك الفوز العظيم. أخرى تحبون من الله وبثور طيب وبشر المؤمنين. الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكما دائما الذين آمنوا وعدوا إلى الله ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. آخرين من الله يلحق بهم والعزيز الحكيم. الله يهديهم من يشاء والله ذو الفضل العليم. حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا في سبب الرحم الذين يحملون آيات الله ولا يهدي قوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه ولا يهدي بما قدمت أيديهم ولا عليهم من ظالمين. تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فصلوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في أهلها واتقوا من فضل الله يغفر الله كثيرا لعلكم تفلحون. وما عند الله خير من التجارة ولا خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول ولا يشهد إلا المنافقين والكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة وشدوا عن سبيل الله فأصابهم ما كانوا يعملون. آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون. الله سيحسن عليهم ويعذبهم أثر ما أثرهم الله فهم لا يفقهون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. استغفرت اللهم لم تستغفر لهم ان يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا الى هدايا السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون.
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين والمنافقين لا يحكمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن الله يوم يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل عليم فأصدق وأكون من الصالحين الله فأصدق إذا جاء أجل الله خبير بما تعملون بالله الرحمن الرحيم يسبح له ما في السماوات وما في الأرض له الملك والحمد لله على كل شيء قدير والذي خلق وَمَا يَعْلَمُونَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ رسلهم بالبينات فقالوا هذا ليجعل الله وجعل 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 الله الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآيات الله أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وخير من الآيات أتبعه الله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم أينما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو على الله فلا توكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم إن تقوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله لهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأعمال أجلهن أن يضعن ذلك أمر الله أنزله إليكم ويجعل الله من السيئات أسكنوهن من حيث سكنتم وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حملا فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فاتون أمرون وتمروا بينكم بمعروف وإذا حسنتم فتترضوا له الأولاد وفي ذو سعة من
علي رزقه فلينفق منه. إنا آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. كأين من قرية أتت على من ربها فنزلها سماها أيام التي تعذب بها على النصر وكان عاقبة أمرها خسرا. عبد الله لا مصابا شديدا عزه الله يا ربي الله إليكم كفاه رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات خالدين فيها ابدا حسن الله له الرسالة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن رساله وعلى كل شيء وعلى الله احاط بكل غير الله. أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تطيب بعد عبادي على وفور الرحيم. أكرم الله ولقنا إلى أيمانكم الله مولاكم الرحيم الحكيم. أسر النبي إلى بعد عباده عديدا فلما نبأت به وأثره الله عليه عرف بعده وأرضى عن طريق ولما نبأ به وأثره الله عليه عرف بعده فغسقت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله وملائكته يصلون على النبي بعد ذلك ظهير. عسى ربه أن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات زائمات عابدات سمايات طيبات وأبكار. وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يا ملائكة لا تشهد لا يصوم الله ما أمرهم يفعلون ما يفعلون. يا أيها الذين آمنوا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون أبدا عن الله جاهد الكفار ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا من الناس وعلي أجري من قوم الظالمين. امرأة التي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبها وكان من الغانتين محمد دين وآله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله. شريف وهو شافع لا شك يوم وعده. اللهم صل على محمد وآله. نورنا بحبه كأن في وجوده. اللهم صل على محمد وآله. ضمن الهوى وفي العشاء جلاجل شجاعه. اللهم صل على محمد وآله.
ما يكن على من عجائب شرعه. اللهم صل على محمد وآله. وقم بالنصر عبدكم ويسمى دوامه. اللهم صل على محمد وصبك صاب مزنه. اللهم صل على محمد وآله. رحمة لأحمد والمصطفى وجاهه. اللهم صل على محمد وآله. رحمة لأحمد والمصطفى وجاهه. اللهم صل على محمد وآله. ما بدا الورى إلا لأجل خلقه. اللهم صل على محمد وآله. محمد محمودنا مرادنا بهائه. اللهم صل على محمد وآله. مولانا بصفونا عدنان أصل جده. اللهم صل على محمد وآله. الناس كلهم فتى ونحن من غلمانه. اللهم صل على محمد وآله. والأمان للورى أهل السماء وأرضه. اللهم صل على محمد وآله. وأختموا مظلومنا نحو ثلاث من به. اللهم صل على محمد وآله. يا الرحمن كلنا بلغ مرضاته. اللهم صل على محمد وآله. ثم الصلاة والسلام على النبي وآله. اللهم صل على محمد وآله. يعم آل المصطفى والصحبة مع تباعه. اللهم صل على محمد وآله. محمد وآله. محمد وآله. صلى الله عليه.